عليكم البنات، صباح الخير عليكم الغزالات. كتعاودوا، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. مرحبا بكم في فلوج جديد، مرحبا بكم في نهار جديد. كتعاودوا، اموركم مزيان؟ ايوا اختي، توحشتوني شويه ولا ما توحشتونيش؟ غبرت عليكم هذه الايام، شحال هذه ما صورت لكم شي فيديو. والله الا غير معلقانه وصافي، وبعد المرات ما كيبان لك ما تصوري، كتقولي بلا ما ندير فيديو غير هكذاك، تكون شي حاجه بعدا اللي نقدر نهز عليها التليفون ونشاركها مع المتتبعات ديالي، تكون شي خريجه، تكون شي شهيوه، تكون شي حاجه سبيسيال اللي تسهل انني نشاركها معكم. عاد ديك الساعه كنبغي صراحه نصور فلوغ. اش كتعاودوا؟ اموركم مزيان؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. كديرين مع شي صهد؟ كديرين مع شي حراره؟ كاين شي بحر؟ كاين شي خروج؟ كاين شي سفر؟ قولي لي فين هو السفر دابا. جايين اجواء ديال العيد، وراكم عارفين العيد ومصاريف العيد، الله يحسن العوان صراحه للجميع، حتى يفوت ان شاء الله العيد، وديك الساعه عاد اراك للبحر واراك للخروج واراك للسفر ان شاء الله باذن الله. الله يجعل ايامنا كلها زوينه، والله يجعل ايامنا وايامكم كلها سفر وخروج ودوران ونشاط، والله يخلي لكم ما العزيز عليكم. كما كتشوفوا لقيتوني هاد الصباح فقت، يلا فقت صراحه، مازال ما فطرت ما والو، غسلت وجهي وكل شيء وجيت درت المسائل ديالي. ايوا وجيت باش نشارك معكم هاد النهار هذا، كما غيدوز بحكم كما قلت لكم غبرت عليكم، نبارطاجي معكم هاد النهار هذا. مشيت شي بلاصه راه غنديك اختي، ما مشيت فين راكي قياله غير معايا في الدار. قولي لي وي امرات العاد لينا الدار في راسنا، بغينا الخروج، بغينا الدوران، واش نتوما بحالي؟ عرفتوا شنو؟ 3 ايام دابا ما خرجتش، 3 ايام 3 ايام شي حاجه عند وئام، 3 ايام ما خرجاتش، راني كنحس بواحد القنطله لا يوريكم. واش غنديروا؟ الصبر، ماشي الحياه دائما خروج، ماشي دائما دوران كما قلت لكم. مهم اليوم غادي نشارك معكم هذا النهار هذا، بفطور وبغداه بالنهار كامل، اي حاجه درتها غادي نشاركها مع الغزالات الفنات ديالي. الناس اللي مازال ما اشتركوش عندي في القناه، اشتركي اختي عندي، راه ما غادي تخسري والو. اشتركي، ديري لي الاشتراك ديالك، خلي لي لي لايك، خلي لي لي كومونتير الغزالين الفنين في حالك. صاحبتي راه فاش كنقراهم راه تيعجبني الحال، وتنقول واو كتبت لي كومونتير زوين، كنرد عليكم كاملين. كنتمنى الفيديوهات ديالي يكونوا كيعجبوكم، وخليك اختي معايا في هذا النهار، وها نتوما معايا. ودابا البنات لقيتوني دخلت باش نوجد الفطور، غادي نصوب لي كريب وغادي نشارك معكم شنو كندير فيهم. عندي هنايا كاس كبير ديال الحليب، هاد القياس اللي درت قليل شويه، لا بغيتو تقدروا دوبلوه. وعندي بيضه، هنايا زدت جوج معالق ديال الزبده مذوبه، وساشيه وحده ديال سكر فاني باش ما كتعطيناش ديك الزفوره في لي كريب. خلطتهم مزيان مزيان، ومن بعد غادي نزيد عليهم الطحين. تقريبا هاد القياس هذا هز ليا 4 ديال المعالق كبار ديال الطحين كما كتشوفوا. غادي نبقى نزيد بشويه بشويه وكنخلط. وهنايا لقيت راسي ما درتش سنيده، نسيتها، زدت واحد المعلقه كبيره ديال سنيده، الحلاوه كتبقى على حسابكم. هنا خلطتهم مزيان وغادي ندوز نطيبهم نيشان. البنات كما كتشوفوا زوجي العزيز كيعمر لي اتاي، صراحه اتاي ديالو واعر كيحمقني، وامام طون فاش كيكون ما خدامش كيدخل معايا هكا للكوزينه كيعاونني اختي، ايه كيعاونني. وانا ديك الساعه كنكون كنوجد لك كريب باش يلا كنجيبوها انا وياه لاصقه.
اجيو تشوفوا يا البنات. من بعد ما فطرت وساليت هزيت دوك المعنات، شوفوا لي الكوزينه كتشطح وكتغني، الله يا ربي منين غادي نبدا. المهم غادي نمشي ندردك على هاد المعنات ونجمع الكوزينه، وديك الساعه نكمل معاكم الفلوغ وهانتوما معايا. من بعد ما ساليت الجمع ديال الدار وسيقت، جيت غادي ندير هاد البخور عابير، هذا بارفان ديال العود كيصلح هكا للدار اللي بغيتي تبخري به الدار ديالك. صراحه فاش ما كيكون في يمان شعل البخره وعاد ندير البخور كيجيني هذا تري براتيك، كتبقى الريحه ديالو النهار كامل اختي في الدار لاصقه، ريحه العود ريحه النقا الصراحه. هنا عاوتاني غادي ندوز باش نديرو في هاد البيت الصغير اللي تنجلسو فيه. بالنسبه لهاد لو بارفان هذا راه تلقاوه عند الناس اللي كيبيعوا البخور ولا الناس اللي كيديروا داكشي ديال العود، راه موجود عندهم اختي. وهنا رجعت معكم البنات، لقيتوني هنايا دخلت الكوزينه باش نوجد الغديوه ديالي، غديوه خفيفه صيفيه. كما كتشوفوا هنا عندي لاداند اللي قطعته شرائح طوال وغسلته بيان سور وتسقطر. هنا دزت باش ندير ليه العطريه، درت ليه شويه ديال البزار شويه ديال السكنجبير. هادو اللي غادي ندير دابا توابل ديال الدجاج، الا كانوا عندكم راه كيعطيو مذاق واعر وزوينين. هنا شويه ديال الملحه وكنزيد شويه ديال الحرور، الناس اللي ما كيبغيوش يديروا الحرور يمكن لكم ما ديروهش. وصويا صوص تقريبا واحد المعلقه صغيره ديال صويا صوص، حتى هي كتواتى مع لاذاند ولا مع الدجاج بزاف. شويه الزيت البلديه واكيد شويه الزيت العاديه. وهنايا عندي ضامه ديال الدجاج وضامه ديال الثومه حكيتهم، وزدت ابخي شويه القزبر ومعدنوس، ومن بعد زدت شويه ديال التحميره كما كتشوفوا هنا راه نسيتها. خلطت هادشي مزيان مزيان وخليته يشرب. وهنا البنات عندي بطاطا اللي غادي نديرها في الفران بوتايتوس، خديتها سلقت شويه بطاطا حتى طلعت فيها الغليه ماشي بزاف، غير واحد 3 دقائق، وصفيتها درتها في هذا الليمون هذا، وزدت عليها العطريه شويه البزار مليحه تحميره شويه الكمون وشويه ديال الزعتر وزويته بلديه، وغادي نخلطها مزيان. غادي نغطيها بابي الومنيوم وندخلها للفران طيب. بعد ما ساليت شغلي غادي ندخل باش ندوش، وهنا كنشارك معكم لي برودوي اللي كنستعمل. مؤخرا وليت كنستعمل هذا لو شامبوان هذا ديال شوفان سميتو كلوغان، صراحه خطير بالنسبه للناس اللي الشعر ديالهم دهني، انا وافقني بزاف. وهنايا كنستعمل ديميلوغ ديال بونتين خطير، كيخلي الزغبه نازله فيها واحد الملمس رائع. ومن بعد هنا كنشارك معكم لو جيلوش اللي كنستعمل اختي ديال نوكس، خطير هاد لاكام هادي كامله عندي. بالنسبه للكوماج بالنسبه للصابونه ديالهم، هنا لو جيلوش راه كما كتشوفوا تالمو كنستعملو راه ما بقاش فيه بزاف، كيخلي ريحه واعره في لوكور، ريحه العسل الناس اللي كتعجبهم ريحه العسل. وهنايا لو جيل انتيم ديال سافوغير راه غني عن التعريف، ضروري ما كنستعملو دو فوا هكا في السيمانه، كيخلي حتى هو ريحه الخزامه غزاله. ودابا من مورا ما ساليت الدوش ديالي اختي قولي لي بالصحه والراحه، جيت نتهلا في السنينات ضروري ما نحكهم باش كنكون درت كاع داكشي اللي عليا.
كوكو البنات، كوكو الغزالات الفنات، انا رجعت معاكم من بعد ما دوشت كما شفتوا وارتاحيت، جيت باش نسد معاكم هذا الفلوغ. كما شفتوا شاركت معاكم اليوم النهار ديالي كيفاش كيدوز، النهار كامل من الصباح حتى العشيه، الا ما مشيت فين ولا ما خرجت فين ما كان عندي والو، راه هكذا كيدوز نهاري. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم ويكون جاكم خفيف ظريف على قلبكم. ما تنساونيش من لي لايك والتعاليق الزوينه ديالكم. كنقول لكم السلام عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.